السلام عليكم أصدقائي. الإيمان هو المشكلة وليس الإلحاد. طبعا هذا موضوع أثير على كثيرين، وأتمنى أن في هذه الحلقة السريعة أتحدث عن هذا الموضوع بإيجاز شديد وأفصل جوهر المشكلة أين يكمن. أولا علينا أن نفهم أن هذان مفهومان ترسخا في الذهن عن طريق رجال الدين، ملحدون ومؤمنون، هما مفهومان سهلان، جرى تسهيل فهمهما بحيث رسخ في عقول الناس، والحقيقة أننا نضحك على أنفسنا باستخدام هذين المفهومين ونبسط الأشياء والأمور بطريقة ساذجة جدا، وتحاول أن تستسهل استسهال، هذا أعتبره استسهال مخل بأي معنى وبأي فكر وبأي قدرة على فهم ما يجري حولنا. والغاية كالعادة دائما أنه حتى إحنا نرتاح ذهنيا نرغب دائما بتقسيم العالم إلى طرفين، طرف جيد وطرف سيء، وليس لدينا الوقت لكي نحاول النظر للأمور بطريقة أخرى. طبعا هذا كله على حساب تحملنا أعباء ما يجري بعد ذلك، ودائما ما يكون هذا الذي يجري هو ثمن باهظ جدا. وحتى لو حدث هذا الثمن الباهظ فسنقول هنالك رب هو الذي سيعاقب ويجازي. طبعا هذا النموذج الذهني الذي يفصل الناس بين إلى أخيار وأشرار، ملائكة وشياطين، مؤمنون وكفرة، ملحدون ومؤمنون، هذا الموديل موديل بدائي جدا، بل هو بالغ البدائية والاتكالية، وهو يفسر لنا كثير من الأمور. من أبرز هذه الأمور هو يفسر لنا لماذا أصبحنا أكثر الشعوب تكاسلا وخنوعا، وفي الوقت نفسه أكثر الشعوب حيوية في المجال العصبي، أننا من أكثر الناس تسارعا أو قابلية على إثارة أعصابهم، وهذه العملية متشابكة، الكسل والثوران والفوران النفسي والعصبي هما حالات متعارضة بشكل شديد، وهي تنطبق تماما على العقلية البدائية والعقلية أيضا الحيوانية بشكل عام أو الغريزية. طبعا من يقتنع بهذا القالب الجاهز، أي قالب المؤمن والملحد، الكافر والمؤمن، هذا القالب يكرر الدجالين كثيرا، وليس الدجالين مجال الدين فقط بل حتى الملحدين أنفسهم، هذا هؤلاء يقترحون، يصل بهم الأمر إلى اقتراح أنه تصفية الملحدين نهائيا أو حتى رميهم في البحر، كما تم ذكرها أيام الدعوات المصريين للقضاء على اليهود، قالوا سيأتي اليوم الذي نرميهم في البحر. طبعا هناك دعوات بالوقت نفسه لتصفية المؤمنين، لكن هي دعوات شحيحة جدا، لا نراها كثيرا، لأن عادة الذين يحاربون أو يقفون بوجه الأديان ورجال الدين هم قلة، وسأشرح السبب. طبعا هذا كله يدعونا إلى التساؤل، ما هي الحقيقة؟ وهل أن هنالك صراع حقيقي أو فعلي بين ملحدين ومؤمنين؟ الحقيقة كلا، لا يوجد أي صراع بين ملحدين ومؤمنين، الصراع دائما يجري بين مؤمنين. لهذا الحلول ليست في تغيير، يعني أنه بعض يقترح أنه طرد المؤمنين أو يعني تخصيص أرض أو واحة خاصة بهم، أو طرد الملحدين وتشتيت شملهم، فهذا المسألة يعني لا علاقة لها بجوهر الموضوع. يجب علينا أن نفكر في تغيير طريقتنا بتناول هذه القضايا، ف
فبالتالي المسألة لا تتعلق بتغيير الأماكن ولا تغيير الأفكار ولا تغيير الظروف ولا تغيير القوانين ولا الدول، إنما في تغيير طريقتنا في التفكير وأيضا طريقتنا في رفض ما نحن فيه أو تقبله. الفكرة وين؟ إنه الإنسان هو مؤمن دائما بما يفعل، فأنت لا يمكن أن تدخل في صراع أو تقوم بفعل ما دون إيمان، فلا بد بالتالي أنه حتى تحقق شيء ما لا بد أن تصارع من أجله. الإيمان بالتالي هو اقتناع وعزم، ثم بعد ذلك شروع بالعمل، بعد ذلك التسميات لا تهم، يمكن الإيمان نطلع ألف تعريف، لكن هو بالنهاية هو يعني قناعة بفعل معين، وبعد ذلك تتشكل بداخلك عزيمة على فعل هذا الشيء، على مبادرة بفعل هذا الشيء، ومن ثم الشروع بالعمل. هذا هو الإيمان. والفكرة بأن الملحد أو من يسمى بالملحد هو شخص هو مؤمن حتما يعني بما يصارع من أجله، لابد أن يعني لا يمكن أن تجد شخص يتهم بالإلحاد أي أنه ممن لا يؤمنون، فهذا الشخص لابد أن يكون مؤمن، لأنه الإلحاد والإيمان هما في مستوى واحد، نفس الليفل، هما يتحركون بنفس الليفل ونفس الكاتيجوري أو نفس المستوى أو النيفو، فهذا أنت باقين نفس الرانك يعني، فهذا الأمر يجب أن ننتبه له. ومحاولتنا للتصنيف هي محاولة لاحتلال المستوى الذي نحن فيه وتجيره لصالحنا بالكامل. بالتالي كل منا مهما كان موقفه ومهما كانت تسمية هذا الموقف هو بالضرورة هو إيمان. حتى الكائنات الحية عندما تخرج أو تصحو من النوم تخرج لكي تبحث عن رزقها وأكلها، فهي لا يمكن أن تخرج بدون أن يجول لديها داخلها إيمان بأنها ستجد ما تبحث عنه. بدون هذا الإيمان الذي يدفعها إلى الحركة والفعل والنشاط والتطلع إلى ما تطمح إليه، فلا يمكن لها أن تخرج على الإطلاق. فهو هذا الإيمان بالنتيجة أي وعليه، فأن الملحد هو بالضرورة هو شخص مؤمن. فأما المشكلة وين؟ المشكلة أو الفرق وين؟ أنه المؤمن لا يجد غالبا نفسه دائما هو ضمن المجموعة المتفاهمة المتعاونة. هذا المؤمن شخص من اسمه، هذا شخص تجده متآلف مع الآخرين ولا يفكر بأن يتخذ له خيارا أو طريقا خاصا به، فهذا الطريق هو الطريق السهل، فلهذا السبب تجد أن الأغلبية تتجه إلى هذا الطريق، ومن السهولة أن يعتقد بأنه هو الطريق الصحيح، وبالتالي أي شخص يقول لا أنا هذا الطريق أنا لا أجده طريقا نافعا أو صحيحا، أنا أريد أن أعتقد أن الأمور ليست بهذه الصورة. هذا الشخص يسمى بعد ذلك ملحدا أو خارجا على الملة أو على الجماعة أو متمردا أو كافرا، تسميات مختلفة، لكنه في كل الأحوال الكل يعيشون ضمن الإطار الاجتماعي الإنساني نفسه، فبالتالي لا حق لأحد أن يقول بأن هذا الشخص لديه هذا يكفر بالله، وإذا كفر بالله أنت لا حق لك بأن تجيره وتصنفه على مزاجك، أنت لك إلهك. هذا الشخص لديه تصور مختلف، وهو إنسان له كامل الأهلية والحق بأن يرى ما يراه. هذا هو اللي يفسر لنا لماذا دائما نجد أن جماعة المؤمنين دائما تنتصر على أي محاولة للخروج على هذه الجماعة، لأنهم ببساطة من يريد أن يخرج على الجماعة لن يجد من يقف معه على الإطلاق، إلا في حالات نادرة يعني نادرة تركها لنا التاريخ، ومنها
محاولة الرسول في مكة 13 عاما، ولم ينجح في جمع أكثر من 70 أو 80 شخصا هما من أصدقائه وقربائه ومعارفه الخلص، فلم ينجح إلا بعد أن رفع السيف على الآخرين عن طريق استعمال بطرق مبتكرة. يعني لجأ إلى مجموعة من الناس الذين هم غالبا ما كانوا خارجين على الجماعات أو القبائل المنضبطة في ذلك الزمان. الفكرة بأنه الشخص المؤمن غالبا ما يكون ضمن جماعة قوية جدا، فبالتالي ينتصر على كل شخص يخرج عليه، وشخص كافر أو ملحد أو يعني whatever ما ليس مهما ما هو اسمه، لكن انتصار المؤمن لا والدين الذي يقف خلفه المؤمن والإله الذي يقف خلفه المؤمن ليس انتصارا خالصا، إنما هو انتصار لأن الآخر ضعيف الجانب ولا علاقة لقوة حجة المؤمن عليه، بل هي لقدرة هذا المؤمن على حشد جمع من المؤمنين المنصاعين خلفه لا أكثر، إنما هو في الحقيقة ضعيف الحجة ونادرا ما تكون حجته قوية، وهذا أمر لا يمكن الشك فيه على الإطلاق. أمر آخر، لو شئنا الحقيقة فسنجد أن الإله نفسه الذي يؤمن به المؤمن أو الله بالمعنى الإسلامي اللي هو المعنى العام، ولا أعني الإله نفسه الذي في القلوب، أعني بأن هذا الإله نفسه ووفقا للنصوص والآيات المنسوبة له لا يؤمن بالإنسان، ولو كان هذا الإله مؤمنا بالإنسان لما أرسل له رسلا وأنبياء، كما أنه أيضا قال علنا أنه لا يؤمن بولاء عبيده له، بل راح يطالبهم بتنفيذ وصاياه وأوامره وإلا ويقول أنكم لن تجدوا تنفيذها. تخيلوا أن إله لا يؤمن بمن يدعي أنه خلقهم. أنا أتحدث بمعزل عن موقف الشخصي، أتحدث وفقا للمنطق العلمي والتحليلي، لا يحاسبني أحد على ما أقول بحق الإله أو بحق أي شيء آخر، ومن لديه رد علمي دقيق أو معقول أو منطقي فليرد عليه، لا بأس، لا توجد مشكلة. بالتالي علينا أن نعتبر أن الله وفقا لهذا الوصف الذي ذكرته هو، أو وفقا للوصف الذي يصف نفسه الله في هذه النصوص الدينية، يمكن أن نعتبر هذا الإله هو من أكبر الملحدين، وبالتالي يجب أن نحاسب هذا الإله أكثر مما نحاسب من يعترض عليه، لأنه هو أصلا يقول لك أنا لا أعترف بك، أنا لا أؤمن بك، أنت في خسر، أنت في كبد، أنت كذا وأنت كذا، والشيطان أقرب لك من وهكذا، يعني يوسوس لك الشيطان بسهولة. فإذا كان الشيطان يوسوس لي، لماذا أنت تعتقد أنني يجب أن أتبعك أو أن أؤمن بك؟ فهي الفكرة إذا طلعناها من جانب اللاهوتي، الجانب الفلسفي الديني، فهو ممكن أن نجد خلل كبير، لكن من الجانب الجماعي، جانب الجماعة، جانب القطيع الديني أو البشري، نجد أن هذا أمر مفهوم، لأنه الإله هو إله رب الجماعة والذي يربي الجماعة، لأن كلمة رب هي من كلمة تربية أصلا، يعني فعندما يقول أنا رب الجماعة، أنا لمن يربي الجماعة، فبالتالي تربية الجماعة هي كما كتربية الكائنات الغير مروضة، فتحتاج إلى ترويض، فبالتالي هو من يربي الجماعة وعليه أن يقرحهم ويصوتهم ويعذبهم إن شاءت إن تطلب الأمر. الأمر الآن المهم جدا اللي أريد أن ألفت الانتباه له، وهو أن أكثر من نسبة مطلقة تقريبا أو 95% من الصراعات عبر التاريخ هي
التي جرت بين مؤمنين. وكان دائما أضعف طرف في جميع هذه الصراعات عبر تاريخهم المؤمنين بلا جدوى الإيمان المطلق بأي شيء. هؤلاء المؤمنين بأن هنالك شيء نسبي يجب أن نراعيه وننتبه له ونحسب له كل حساب، لكن بالحقيقة أنه النسبة المطلقة من البشرية دائما كانت، والصراعات بسببها كانت، من هؤلاء الأناس الذين يعتبرون أنفسهم من المؤمنين الخلص الأنقياء الأتقياء والرحماء في ما بينهم. لكن ما هي الحقيقة؟ الحقيقة أن أكثر الذين وجهوا انتقادات إلى الأديان ومذاهبها ورجالها هم المؤمنون أنفسهم، هم رجال الدين أنفسهم. الصراعات دائما تجري فيما بينهم، وستجد الردود والخلافات فيما بينهم يعني آلاف والمجلدات والكتب وآلاف المعارك والصراعات كلها جرت بين مؤمنين ومؤمنين، وليس بين مؤمنين وملحدين. الملحدين دائما كانوا خارج القوس، ودائما الناس من ضعاف القوم، ولكن الآن في هذا الزمان بدأوا يعني بدأ يشعر المؤمنين أو رجال الدين المؤدلجين أو الوصولين أو المنتفعين يشعرون بأن وجود الإلحاد أو من يدعي الإلحاد أو من يتبنى خطاب مضاد لرجال الدين أو التفكير الديني المطلق وجدوا بأن هؤلاء هم من أخطر الناس عليهم. وطبعا ما زالت الشعوب تدفع ثمن هذه الصراعات، الصراعات بين رجال الدين أنفسهم، والآن الصراعات التي يخلقها رجال الدين تجاه كل ما هو كل من يحاول النظر إلى ما يجري بحق الإنسان وبحق الشعوب وبحق الأرض التي نعيش عليها بطريقة مختلفة، أو يعني هؤلاء يرفضون أي محاولة لإعادة النظر في الطرق التي نرى بها واقعنا وحياتنا ونطور بها علاقاتنا مع بعضنا ونحسنها. وعليه الخلاصة التي أختم بها كلامي أن يتضح لنا بأن الإيمان هو المشكلة الأكبر التي تعاني منها البشرية منذ زمن بعيد، والسبب بسيط جدا، وهو أن أي دعوة للإيمان بشيء ما أو فكرة ما ستجد من يقف خلفها ويقدم نفسه قربانا لها حتى يصبح هذا المنتمي أو المؤمن بهذه الدعوة وحشا يخشى الجميع مواجهته، وهذا ما يجري فعلا دائما. جربوا أن تنتقدوا هنا أو في أي موقع تواصل أي ظاهرة دينية إيمانية، سرعان ما ستتحول أنت فورا إلى هدف لكل أنواع الاتهامات السخرية والنقد والتهجم. أما لو فعلت هذا الشيء، طبعا هذا على موقع التواصل، أما لو فعلت هذا الشيء في مكان عام طبعا لا أعتقد أنك ستجد لك أثرا، سيتم سحلك فورا مع الهلاهل جوا التكبيرات. هذا معناه شنو؟ معناه أن البشرية لكي تتقدم عليها أن تراقب وحش الإيمان، هذا الوحش الضاري، أن هنالك شيء داخل الإنسان يجب أن نراقبه جيدا، هذا الوحش الأخطر الذي يكمن داخلنا. هذا الوحش هو لا يتعلق بالأديان فقط، الأديان نتيجة لوجود هذا الغرز الشيطاني أو العنيف أو الحيواني داخل الإنسان، هذا اللي يميل دائما إلى تكوين الجماعات والقطعان. نحن كائنات قطعية في نهاية المطاف، وهذا هذه الرغبة بالانتماء للقطيع هي في الوقت نفسه رغبة باستسهال أن لا نفكر، باستسهال أن نعمل بطريقة جماعية بغض النظر عن العقل والمنطق والتفكر والتأمل يعني التبصر فيما نفعله. لا، هذه الرغبة المستمرة داخل الإنسان أن يكون جزءا من القطيع
هي رغبة غريزية بالمناسبة، لكن هي رغبة دائما تجعل الإنسان يستسهل ما يفعله، فبالتالي لجوء إلى الجماعة، لجوء إلى الانصات إلى ما يقوله الآخرون هو شيء غريزي موجود داخلنا، ولابد أن نفعل هذا. إحنا عندما نولد كأطفال لابد أن ننصت إلى الكبار والذين سبقونا في مشاهدة أو سبقونا في الوقوع في خانق أو في وحدة هذا العالم الغريب والعجيب والذي لا نستطيع التوغل فيه وفهمه إلا بمساعدة الكبار. المشكلة أنه هؤلاء الكبار لابد أن نثق بهم ثقة عمياء، وهذا هو الذي ولد لدينا الحس القطيع الذي يجعلنا يعني لا نستطيع إلا أن نثق بمن هو أعلم منا وأكبر منا وأقدم منا في هذا العالم. طبعا أشوف أنه هاي المشكلة يجب أن نعالجها بطريقة أو بأخرى. الشعوب العالم المتقدمة طبعا عالجت هاي المسألة بشق الأنفس، وما زالت تعاني من هذه المشكلة، مشكلة اللجوء القطيعية، ودفعت عشرات الملايين من أناسها خاصة بالحرب العالمية الأولى والثانية بسبب هذه النزعة للإنصات إلى الخطاب الجماعي القطيعي، وخاصة أيام هتلر. رغم الشعب الألماني شعب متقدم ومتطور جدا، مع هذا سقط تحت يعني ضحية خطاب هتلر، هذا الإنسان البسيط الذي يعتبر من يعني مستوى ذكاء ليس بالكبير لكن لديه كاريزما وقدرة على الخطابة، استطاع أن يحشر الجميع خلفه، يعني عباقرة الدنيا ما زالوا حتى الآن في ألمانيا، استطاع أن يعني يضعهم تحت إباطه أو تحت جنبه بالمصري. هذا كله هو اللي سبب هاي المشكلة، لأنه موجود بداخل الإنسان هاي النزعة إلى انتماء القطيع، لأن الانتماء مسألة سهلة، مجرد شوف جماعة تمشي خلفهم. أنت هسه الآن تمشي بالشارع أو تشوف جماعة حشد من الناس، يصير عندك ويتجهون إلى مكان، يصير عندك رغبة تلقائية بأن تسير معهم بغض النظر عن معرفتك بأي شيء. هذا يعني يستدعي يأكد وجود هذه الغريزة بداخلنا. بالتالي أن الحل برأيي للتخلص من هذه الأزمة هو أن يعني ما لا يتعلق بنشر قيم الحرية التعبير والتدين والاعتقاد، لا مو بهاي، بل بمحاصرة أي فكرة تحفز الإنسان على الإيمان بها، لأن إيمان بأي فكرة هي مسألة أخطر من أي فيروس. والمسألة الآن ليست كما يشاع، ويعني نادرا لا لم أرى أحد قال هذا الشيء، أنا أعتقد مشكلة الإنسان ليست حرية التعبير ولا حرية التدين ولا الاعتقاد ولا كل هذه الأمور، القضية الأساسية هي محاربة أي إيمان أو أي نزعة للإيمان بقضية ما، والتخلص منها لأنها أخطر من أي فيروس. فبالتالي والتاريخ كله وبل الحاضر الآن هو خير شاهد. شكرا جزيلا، وأتمنى أشوفكم في لقاء آخر. مع السلامة.